تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، افتتح معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم فعاليات الدورة السابعة لمنتدى التعليم العالمي ومعرض الخليج لمستلزمات وحلول التعليم، الحدث العالمي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي لمدة 3 أيام. استهلت فعاليات المنتدى بكلمة ألقاها معالي حميد محمد القطامي الذي رحب بالحضور ونوه على أهمية هذا المنتدى الذي يستعرض أهم التحديات التي تواجه مجال التعليم في دولة الإمارات والمنطقة، كما تطرق إلى جهود دولة الإمارات العربية المتحدة المبذولة في سبيل تحقيق التنافسية العالمية في مجال التعليم وأهم المشروعات والمبادرات التي تبنتها وزارة التربية والتعليم لتحقيق هذا الهدف وغيرها من الأهداف الاستراتيجية لمسيرة التعليم في الدولة. أولاً نحن فخورون في مكتب التربية العربي دول الخليج بهذا المنتدى وهذا المعرض اللي أصبح ماركة مسجلة لدبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. أنا هذه المرة السابعة الذي أحضر هذا المنتدى، وفي كل مرة أجد بأنها لأول مرة أحضره نتيجة للتجديد والإبداع والتطور، وهذا الحقيقة السمة ما أخذها المعرض من المكان اللي هو فيه اللي هو دبي اللي تفاجئنا كل يوم بالجديد. فأنا الحقيقة أشكر القائمين عليه وعلى رأسهم الراعي لهذه التظاهرة السنوية التي ننتظرها في دول الخليج بفارغ الصبر. يمكن تلاحظ أن وزارات التربية والتعليم لها معارض ولها أيضا وراق عمل، وهذا يزيد اللحمة الخليجية وفي نفس الوقت يعطينا نافذة لما توصلت إليه دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تطوير التعليم وفي مجال التطوير في التنمية بجميع أشكالها. وعقب حفل الافتتاح قام معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم يرافقه أصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين والضيوف بافتتاح معرض الخليج لمستلزمات وحلول التعليم، المعرض المصاحب لمنتدى التعليم العالمي، حيث تفقد معاليه أجنحة ومنصات وزارات التربية والتعليم الخليجية المشاركة في المعرض. هو أنا أتكلم عن المنتدى والمعرض ككيان واحد، لأن الذي يحضر ورقة من ورقات المنتدى يخرج فيتجول على المعرض ويشوف أشياء تطبيقية لما تم سماعه. الأوراق اللي قدمت في المنتدى أو ستقدم ممتازة، والمعرض أيضا هذا العام فيه تجديد وفيه تركيز أيضا على الموضوع وهي مهارات القرن 21 التي نحن بأمس الحاجة إلى أن نركز عليها قليلا. يبدو أنه في المعروضات كثيرة بالتأكيد، يعني في دول سبقتنا فلا بد أن نستفيد من التكنولوجيا اللي عندهم خصوصا فيما يخدم التعليم في بلداننا، وإحنا كسلطنة عمان أيضا مشاركين في هذا المعرض. يعني في مجموعة من المعلمين مشاركين في المعرض حول بعض يعني إنتاجهم في البرمجيات وفي هذه القضايا، مشاركين أيضا بطلبة وطالبات موجودين هنا في المعرض. نتأمل من هذا المعرض الخير، وأيضا نأمل أن الكل يستفيد منه بما فيهم إحنا في سلطنة عمان إن شاء الله. إن منتدى التعليم العالمي الذي يأتي تحت عنوان التعليم والقرن 21 المهارات والفرص والتحديات ومعرضه المصاحب يعد منصة من المنصات التفاعلية التي تتسم بثراء الأفكار والرؤى والتجارب المتبادلة التي بدورها تفتح آفاقاً رحبة في مجال التعليم